الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين ما بين ذلك لا إله إلا الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يضربون سجدوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلن تجد لهم نصيرا إلا الذين تعبوا ونصروا وأسلموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله إن الذين يؤمنون بالله ورسوله يقولون آمنا بالله ونذكر الله ثم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون أصحاب النار كافرين عذابهم إلا الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك عن كتاب أنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى عبرا من ذلك فقالوا أرد الله جهلة فأخذوا صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا من الذي بعد ما جاءهم البينات فأخذنا ذلك بعدين موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم خذوا ما استنجدتم وقلنا لهم لا تقتلوا المسلمين وأخذنا منهم ميثاقهم غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقالوا يكفرون أخوكم قد تبع الله عليها بكفرهم فلا يملكون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم من الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتبع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فإن ذلك باب إلا أن يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويسلم من الذين آتوا حرموا عليهم طيبات معلتهم من صدر ونصر الله كثيرا ما أطيبوا لما نفرتم عنه وأكلموا قال الناس ببعض وعاد ذلك في ذنب وعذابا مليما. لكن الواثقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما هم ذلك وما هم ذلك ذلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
الله أكبر.